احنا تخاذلنا بالنسبه لحلب، تخاذل كبير عم يصير بالنسبه لحلب، وانصحكم يا امرائنا جميع الامراء بدون استثناء نهائيا توحدوا وتوجهوا لحلب، والا والله العظيم انا حاكمكم، اقسم بالله انا حاكمكم على قدر استطاعتنا. أخي باختصار علينا الرجعة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أوجه رسالة إلى أخوتنا المحاصرين داخل منطقة الحصار في حلب. إخواني إياكم وتسليموا أنفسكم لهؤلاء المحتل، لهؤلاء الظالمين الذين عاشوا في الأرض فسادا، فإنهم محتلون لبلادنا، محتلون لمناطقنا المناطق التي يأخذوها يجعلون فيها الحسينيات ويجعلون فيها مراقد للشيعة الأنجاس جماعة قم وإلى ما هنالك من الإيرانيين. وجه رسالة إليكم إخواني، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، إياكم أن تبيعوا دينكم لهؤلاء الفسدة، لهؤلاء الظالمين، لهؤلاء المجوس أحفاد القردة والخنازير.